مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم منذ لحظات ينطلق شوطنا الأخير، والشوط الأخير خصص للإبكار وهو شوط العاجر في مجموع هذه الأشواط. نتمنى دائما التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين والحاضرين والمتابعين حقيقة لهذه الانطلاقات الجميلة هنا على أرضية هذا الميدان. نحن نذهب لصدارة الشوط مع المركز الأول، ضج عبد الله محمد مصبح الشبي المسيطرة على مقدمة الشوط. النقلة هناك على المركز الثاني نوادر سعيد بن سهيل بن دلوي، ثالث المراكز هنا شهبار على ثالث المراكز سعيد بن سهيل بن دلوي، بينما اللي في المركز جهبار عفوا بينما اللي في المركز الرابع اصيل مطر محمد بن زهروي، وفي المركز الخامس من الجانب الثاني ما شاء الله ليتي امجاد خليفه بن سالم بالضبيعه الكتبي. ها هي النتيجه للمراكز، ذعناها عليكم كامله مكمله بالوفاء والتمام والكمال لله سبحانه وتعالى. وهنا الانطلاق، وهنا المركز الاول ما شاء الله مع نوادر المسيطرة على مقدمة الشوط، الصامدة على المركز الأول سعيد بن سهيل بن دليوي، وشهبارة تأتي بثاني المراكز أيضا سعيد بن سهيل بن دليوي، لكن أرى التغيير هناك من ضجة اللي غيرت من ثالث إلى ثاني المراكز عبد الله محمد مصبح الكتبي. وفي المركز الثالث ولا بنقول الرابع هناك اللي هي شعار خليفة بن سالم بالضبيعة، وفي المركز الخامس أصيله مطر محمد بن دهروي العامري. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة للمراكز، ذعناها عليكم بالهو التمام. وهنا اللي في المركز الأول ما شاء الله ما زالت نوادر المسيطرة على المركز الأول، الصامدة على مقدمة الشوط ما شاء الله حتى هذه اللحظة. وأمجاد خليفة بن سالم بالضبيعة أيضا تأتي إلى ثاني المراكز، وفي المركز الثالث شهبارة سعيد بن سهيل بن دليوي، وفي المركز الرابع بنقول رجح عبد الله بن محمد مصبح الكتبي، وفي المركز الخامس جبارة لعبد الله بن متعب بن سالم الكتبي. هكذا كانت الرحلة الأخيرة، كانت الرحلة الأخيرة في هذا الانطلاق الجميل، في هذا الانطلاق المميز. ونوادر ما شاء الله هي المتبسمة، هي مع صدارة الشوط مع المركز الأول ما شاء الله، وسعيد بن سهيل بن دليوي الكتبي هو اللي قدم نوادر براشد حقيقة على هذا الشوط، بينما اللي في المركز الثاني بنقول هناك اللي هي أمجاد ما شاء الله خليفة بن سالم الضبيعة، ثالث المراكز شهبار على ثالث المراكز سعيد بن سهيل بن دليوي، وفي المركز الرابع ما شاء الله اللي في المركز الرابع الشاطرة عبد الله بن حمد بن سعيد الهاشمي، أول ندلها تبغي تتفوق في هذا الامتحان في هذا العرض. في المركز الخامس بنقول هناك اللي هي جبارة عبد الله بن متعب بن سالم الكتبي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم. وشوط الوداع شوطنا العاشر اللي خصص للإبكار، وإلى أين سوف يكون اتجاه هذا الشوط؟ نزوة ولا الهباب ولا وين؟ ما شاء الله الأسامي يعني تقترب ولا سلطنة عمان. اللحظات الأخيرة والجميلة مع الأربعمية متر الأخيرة اللي تفصلنا عن خط النهاية، وهناك اللي من الجانب الثاني شعار بالضبيعة، شعار الهاشمي، شعار بن دليوي مع المركز الأول، ولكن الشاطرة قلنا لكم تبغي تتفوق يعني تحل امتحانها بتكتيك مميز وجميل عبد الله بن حمد بن سعيد الهاشمي. ونقول وين؟ بنقول سلامات سلطنة عمان الشقيقة ما شاء الله الحاضرة مع أبنائها هنا في أرضية هذا الميدان. تهانينا للهاشمي وشكرا على أداء الشاطرة المميز حتى هذه اللحظة. تهانينا لعبد الله بن حمد بن سعيد الهاشمي بمناسبة فوزه بأول المراكز، وسلام يا هالي سلطنة عمان الشقيقة بمناسبة فوز الشاطرة بأول المراكز. المركز الثاني خليفة بن سالم بالضبيعة، المركز الثالث لسالم محمد بالضبيعة، المركز الرابع سعيد بن سهيل بن دليوي. التوقيت بنقول 4 دقائق 46 ثانية. تهانينا
والناموس في مالك الشاطر عبد الله بن حمد بن سعيد الهاشمي. يقول الشكر والتقدير لجميع اللجان هنا العامله في ارضيه هذا الميدان، مع تحيات معلق من نواب فاضل، والى يوم الغد ان شاء الله.